البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بالاحوال جيده يا ربي. اليوم بغيت ندير لكم الكيكه بكاكاو المر ولاصوص شوكولا. عندنا هنايا 4 ديال المعالق كبار ديال الطحين اللي هي هذه، وعندنا 2 معالق تاع كاكاو، وكاس تاع سنيده، انا ما عمرتوش بزاف، خليت شويه منه. عندنا نص كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الزيت، وعندنا 4 البيضات وجوج خمارات. نبدا بسم الله على بركه الله. كنديروا البيض، نخلطوا البيض مزيان مع سنيده حتى تذوب لينا السنيده، وعاد كنزيدوا الزيت والحليب. زيت الزيت ودابا غنزيد الطحين من بعد ما خلط الكاكاو مع البيض والزيت والحليب. دابا زدت الخمارات، نخلطوها مزيان ونحطوها في المول. دابا خويتها في المول، غندخلها دابا. ها هي الكيكه ديالي طابت، كنفزكها بشويه الحليب باش تجي رطبه. دابا البنات حطيت الكيكه جانبا بما تبرد لينا، غنحضر لاصوص تاع الشوكولا. عندي هنايا 2 كيسان تاع الحليب، وعندي هنايا معلقه كبيره تاع كاكاو المر، ومعلقه كبيره تاع كاكاو الحلو اللي هو كاوبيل، وعندي هنايا 2 معالق تاع سنيده كبار، وعندي هنايا المعلقه كبيره تاع الفورس، سالت ليا المايزينا ودرت الفورس في بلاصتها. بسم الله. غنخلطها بالعناصر كامله ونحطها فوق البوطه في العافيه مهيله حتى كتعقد لينا الكريمه، وعاد نزوق الكيكه. ها هي دابا خلطتها، غنديرها فوق البوطه ومع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه. ما نوقفوش يدينا، نبقاو نحركوها حتى تعقد لينا البنات. ها لاصوص ديالي وجدتها كيفاش كتكون. دابا غنسوق الكيكه. بسم الله. كنشد الخيط كنقطع بها الوسط تاع الكيكه. Thank you.
كنشدو هاد السيرو كنديروه لاصوص عفوا في الوسط الكيكه تتشربو مزيان. ومن بعد نحط الطرف الثاني فوق منها ونزوقها من الفوق. بغيت البنات نشارك معكم واحد العصير كنديرو كيجي زوين وصحي وطبيعي 100% وما فيهاش السكر. في بلاصه السكر كندير بنانه وحده. عندي هنايا جوج باربات كبار شويه كبار شويه، وعندي هنايا جوج خزوات مويان وعصير الليمون اللي هو غني بفيتامين سي. دابا غنديرو في المولينكس ونعصر. صافي البنات، ها هي الكيكه ديالي وجدات. عندي شويه اللوز ايفيلي شديته حمرته وزوقتها بها. بالنسبه للتزيين كل واحد والرغبه ديالو وشنو موفر عنده في الدار. حضرتها مع هذا العصير اللي هو حتى هو وجدته. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنساونيش في اللايك وتبارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. كنتمنى تعجبكم. مسلمة عليكم البنات، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع الوصفة الجديدة. خليتكم على خير. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.